مرحبا طلاب المرحلة الثالثة. طبعا الملزمة الرابعة كملنا منه 3 صفحات تقريبا، يعني وصلنا إلى حد المعادلة رقم 29. يعني معادلة رقم 29 هي كانت تتعلق بالزخم الخطي، مؤثر الزخم الخطي، أثبت أنه هل هو مؤثر هرميشي أو لا. قبله كان أيضا مثال آخر اللي هو أثبت أنه المؤثر مالت الموضع بالاتجاه اكس اكسس هم مؤثر هرميشي. طبعا هاي الشغلتين مات الزخم ومات الموضع اثبات انهم انه يعني كلاهما يعني مؤثرات هرميشيه. الطلاب يتعلق بالمعادله رقم 17، هو هذا الكونديشن، هو هذا الشرط مال انه المؤثر هرميشي يكون او غير او لا. تلاحظون طلاب يعني بما معناه اذا اوضح لكم اياه هنا بهذا الرسم، يعني بهذا الشكل، اذا عندي مثلا تكامل بغض النظر من ناقص انفينيتي الى انفينيتي، عندي فدستيت معين ابسايد الاي صب اي، عندي ايضا المؤثر عليه من راح يدخل، راح يدخل على ابساي صب بي دي اكس. هذا ايش راح يساوينا؟ راح يساوينا هسه الكيو ما راح يدخل على البي، الكيو وين راح يدخل على الاي؟ طبعا هنا نسيت ان انا لازم هنا دائما لازم كومبلكس كونجوجيت، يعني ما معناه التكامل راح ينعاد كما هو، راح يصير عندي الكيو راح يدخل هسه مو على البي، راح يدخل على الاي من جهة اليسار، فراح يصير عندي هنا إبساي A الكل complex conjugate. طبعا لا تنسون هذا عبارة عن هات، يعني مؤثر، هذا عبارة عن مؤثر إبساي صب B مضروب في DX، مضروب في خلي نمخرة، يعني مضروب في DX. هذا الكونديشن مات المؤثر الهرميشي. طبعا طبقناه هذا المعادلة، طبقناه الطرف الأيسر شفنا دي يساوي الطرف الايمن البن للمؤثر مات الموضع اللي هو هذا السؤال هسه تشوفونه امامكم، وايضا المؤثر مات الزخم الخطي. طبعا المحاضره رقم 4 بالملزمه رقم 4 شفنا معادله بصوره عامه، شفنا معادله القيم الذاتيه اللي هي معادله رقم 1، اذا اثرنا مؤثر اي مؤثر اللي كيو اي مؤثر معناته مؤثر موضع، مؤثر زخم خطي، زخم زاوي، مؤثر طاقه، اثرنا على ويف فانكشن بالستيت ان راح يساوي لنا قيمه ذاتيه مضروب في الابسايل الان. هذا بصوره عامه، بصوره خاصه معادله رقم 2 هسه نخلي الكيو مو كيو بصوره عامه، راح نخليه عباره عن هاملتونيان لمؤثر الطاقه الكليه، ياثر على ويف فانكشن راح يعطيني طاقه وايجن فانكشن نفسه. هذا فيما يخص المعادله رقم 1 و2. ايضا طلاب تطرقنا للدوال الديجنريت، دوال المنحله، وشفنا كيف انه اذا عندي مؤثر لاي مؤثر اي مؤثر سلطناه على الستيت الاول والستيت الثاني والستيت الثالث والرابع راح ينطي نفس القيم الذاتيه، نفس القيمة الذاتية. إذا انطاي نفس القيمة الذاتية راح أسمي هاي الستيتات 1 و2 و3 والآن إلى حد الآن أسميها هاي كلها مستويات منحلة. يعني شنو مستويات منحلة طلاب؟ بهذا الشكل أوضح لكم إياه. أنتم هذا السؤال ماخذينه مثلا، هذا البروبلم ماخذينه بالذرية بالفيزياء الحديثة، لما ناخذ مثلا L الأوربيتال كوانتم نمبر يساوينا 1، طبعا المساقط مالت L يساوينا 1 بثلاث مساقط، أما الواحد وأما الزيرو وأما ناقص 1. هاي الثلاث استيتات هي تعتبر استيتات منحلة لل L يساوي 1، وتذكرون يعني شو ترسمون هذا L يساوي 1 ينحل إلى مركبة، هذا ال L يساوي 1، هنا ال L يساوي 0، هنا ال L ماينس 1. هاي الثلاث استيتات كلها لها نفس الطاقة، لها نفس الايجن فاليو، وبالتالي يعني سميت بالمستويات المنحلة. أيضا طلاب أخذنا مستويات غير منحلة النود ديجنريت، عبرنا عنها بالمعادلة رقم 16. تلاحظون Q إذا دخل على بساي سب A ينطيني Q سب A بساي سب A، حيث الأي أي يعني كونتم نمبر، استيت أول، استيت الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. الآن طلاب يعني نستمر راح نشوف شنو هي خواص الدوال الذاتي، خواص المؤثرات الهرميشية. طبعا الخواص تعرفون طلاب بها خاصيتين مهمة طرقنا لها قبل. الخاصية الأولى أنه تكون الدوال الذاتية، القيم الذاتية مالت المؤثرات الهرميشية هي قيم حقيقية. يعني شنو قيم حقيقية؟ يعني تأخذ يعني أرقام ما بها complex number، ما بها I معرفة. يعني مثلا طلاب إذا أخذنا المعادلة اللي طرقنا لها بالبداية، معادلة القيمة الذاتية الـ Q إذا سلطناه على إبساي سب N ينطيني Q سب N مضروب في إبساي سب N. هنا تلاحظون الابساي سب ان هو نفس هذا الابساي سب ان، يعني لانه هو داله ذاتيه، بينما هنا هذا قيمه ذاتيه.
لاحظوا الآن طلاب، إذا أجي هاي المعادلة 30 إذا أضربها من طرف اليسار، إذا أضربها من طرف اليسار يعني من هنا أخلي أضربها في إبساي سب أن ستار، إبساي سب أن ستار هنا يعني أضرب في إبساي سب أن ستار وكامل من ناقص إنفينيتي إلى إنفينيتي بالنسبة للبعد واحد دي إكس. هسا هاي المعادلة طلاب، هاي المعادلة هي الطرف الأيسر مات المعادلة 30، راح أطبق على هاي المعادلة المعادلة رقم 17 اللي هو شرط المؤثر الهرميشي. تتذكرون شرط المؤثر الهرميشي إيش قلنا؟ قلنا المؤثر بدل ما يدخل على بسايسة بي راح يدخل على بسايسة بأي، بس الكل راح أخذ الكومبلكس كونجوجيت لهذا. فش راح يصير عندي؟ فش راح يصير عندي طلاب؟ المعادلة هاي راح الكيو ما راح يدخل على بساي سب ان من يعني على يمينه، راح يدخل على البساي سب ان بعدين الكل اخذها كومبلكس كونجوجيت. اكتبها بهاي الصيغه، لاحظوا الكيو راح يدخل على البساي سب ان من الطرف اليسار وكل الناتج مالتهم راح اخذ الكومبلكس كونجوجيت واضربها في بساي سب ان وكامل بالنسبه للدي اكس. الان طلاب لاحظوا المعادله رقم 31، معادله رقم 31 الكيو لما يدخل على بساي سب ان من معادلة رقم 30 راح يعطيني كيو سب ان مضروب في بساي سب ان، يعني بما معناه هذا الحد كله اقدر اعوض عنه بهذا الشكل، رقم مضروب في بساي سب ان والحال نفسه هنا هم كيو سب ان راح اعوض عنه كيو يعني قيمه ذاتيه مضروب في بساي سب ان، هاي بناء على المعادله رقم 30. الان معادله رقم 32 ايش راح اسوي؟ يعني بس مجرد انه الكيو سب ان من هنا من جهه اليسار هو ثابت وبالتالي يطلع خارج التكامل، هنا الكيو سب ان الكل كومبلكس كونجوجيت وبالتالي يعني الكومبلكس راح يدخل على هذا وعلى الابساي فينطيني معادله رقم 33. الان معادله رقم 33 ايش راح اسوي؟ راح احول الطرف الايمن كله للطرف الايسر واطلع الابساي تكامل، واطلع التكامل مع الابساي سب ان كومبلكس كونجوجيت ستار مضروب في الابساي سب ان دي اكس اطلع عامل مشترك احصل على معادله رقم 34. الاحظ انه معادله رقم 34 ما تتصفر، يعني الكميه التكامل ما يساوي صفر. ليش؟ لانه هذا شرط المعادله، تتذكرون شرط المعادله لما نقول بساي سب ان ستار مضروب في بساي سب ان دي اكس لازم يعطيني واحد، هذا يعطيني واحد، اذا من بده يساوي صفر هاي الكميه؟ لما هاي الكميه تساوي صفر بما معناه انه لو كيو سب ان ستار يساوي لي كيو سب ان، بما معناه انه القيم الذاتيه مالت المؤثرات الهرميشيه تكون قيم حقيقيه، تكون قيم حقيقية. لاحظوا لأنه الستار ما يدي يشتغل، الستار احنا قلنا الستار شنو معناته؟ كومبلكس كونجوجيت، يعني بما معناه اي اي يصير ماينس اي واي ماينس اي يصير اي، هنا هذا الحد ما دي يساوي صفر، اذا الحد هذا دي يصفر، اذا بما معناه الكومبلكس كونجوجيت دي يكون القيم حقيقية، يعني اربعة لما اخذ لك كومبلكس كونجوجيت يبقى اربعة نفسه، الاثنين الثلاثة 4.5 لما اخذ له لما اخذ له كومبلكس كونجوجيت يعطيه نفسه، وبالتالي استنتج انه الدوال الذاتيه للمؤثرات الهرميشيه ده يكون قيم حقيقيه، وبالتالي يعني نكون قد اثبتنا اول شرط. الشرط الاخر طلاب المؤثرات الهرميشيه انه الدوال الذاتيه مالته تكون متعامده. كيف يكون متعامد طلاب؟ نجي هسه نطبق معادله القيمه الذاتيه الستيت بساي سب ان، ونطبق معادله القيمه الذاتيه للمعادله مالت معادله القيمه الذاتيه مالت البساي سب ان اقصد 36 37. هسه 36 ما راح اشتغل عليه، راح اشتغل على المعادله رقم 37. لاحظوا معادله 37 اذا اضرب الطرف اليسار من هنا من جهه اليسار اضرب في ابساي سب ان ستار، هذا ابساي سب ان ستار من جهه اليسار وكامل من ناقص انفينيتي الى انفينيتي دي اكس. الان هذا راح اطبقها ايضا، راح اطبق المعادله رقم 17 اتذكر 17 اللي هو معادله الشرط مالت المؤثر الهرميشي اللي هو قلنا الكيو ما راح يدخل على بساي سب بي، راح يدخل الكيو على البساي سب اي من جهه اليسار، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ لاحظوا وياي طلاب يعني الكيو ما راح يدخل على بساي سب ان، راح يدخل على بساي سب ان والكل اخذ لهم كومبلكس كونجوجيت واضربه في بساي سب ام ودي اكس. لاحظوا الان هاي المعادله الكيو لما يدخل على بساي سب ام ينطي لي كيو سب ام، يعني قيمه ذاتيه في ايجن فانكشن. نفس الحال هنا كيو لما يدخل على بساي سب ان راح يعطيني كيو سب ان مضروب في بساي سب ام بس الكل كومبلكس كونجوجيت. هسه الان معادله رقم 39 ايش راح اسوي؟ 39
الكيو راح اطلع خارج التكامل ان هو ثابت، ان انا كيو ان انا الستار راح ادخله اوزع على الكميتين، فاثنين راح ياخذون نصيبهن او حصتهن من الستار، وبالتالي كيو سب ان ستار ايضا طلع عامل مشترك لانه هو يعتبر ثابت. الان ايش راح اسوي؟ احول هذا الطرف كله لجهه اليسار واطلع البساي سب ان ستار بساي سب ام دي اكس عامل مشترك، احصل على معادله رقم 41. لاحظ المعادله رقم 41 مستحيل الكميه داخل القوس تساوي صفر لانه ستيتين مختلفات كيو سب ام وكيو سب ان، ومستحيل ستيتين يكونون لهم نفس الايجن فاليو، مستحيل. هاي بالكوانتم ميكانيك حسب مبدا الاستبعاد الباولي ما يمكن لجسيمين ان نفس يمكن لا يمكن لستيتين يمتلكان نفس الاعداد الكميه، فهذا القوس مستحيل يصفرون، مو مثل الحاله اللي قبله. الحاله اللي قبله كان كيو سب ان وكيو سب ان اثنين نفس الستيت وبالتالي يصفرون، وبالتالي يعني التصفير اجى من الكميه داخل القوس. هنا عمليه معكوسه، هنا مستحيل يصفرون لانه ستيتين مختلفات، اذا الصفر منين يجي؟ من التكامل، من الاوفرلاب انتجرال، ما يسمى بالاوفرلاب انتجرال يعني تكامل التراكب. يعني شنو تراكب؟ يعني دي يتراكب الستيت او ستيت سب ان والستيت سب ام، لما اجي اكاملهم يعني اضربهم وكاملهم، فالصفر من نادي يجي. اذا اذا كان عندي ستيتين مختلفات وكامل يطلع لي زيرو، يعني ستيتين متعامدات. المتعامد شنو معناته بالكوانتم ميكانيك؟ التعامد معناته انه هذا الستيتين لهم ايجن فاليوز مختلفه، قيم ذاتيه مختلفه، بما معناه قيم ذاتيه مختلفه، قيم ذاتيه يعني قابله للتمييز. يعني مال الستيت الاول قيمه الذاتيه مال الستيت الاول تختلف عن القيمه الذاتيه مال الستيت الثاني او الستيت ان او الستيت ام حسب السؤال اللي هنا احنا متعرضين له ان وام. وبالتالي طلاب نكون قد كمل يعني اثبتنا الخاصيتين مالت المؤثرات الهرميشيه، انه تكون قيمها حقيقيه، قيم الذاتيه مالتها تكون قيم حقيقيه، والشرط الثاني انه الدوال الذاتيه مالتها تكون متعامده. الان ندخل موضوع اخر طلاب، ندخل بالدوال الذاتيه مالت المؤثرات الهرميشيه. طبعا الدوال الذاتيه مالت المؤثرات الهرميشيه راح تكون لي مجموعه متكامله. هاي المجموعه المتكامله اي ستيت اي ستيت يعني لمؤثر هرميشي يمكن ان يكتب بدلاله حاصل جمع بيسز ويف فانكشن، دوال اساسيه، حاصل جمع دوال اساسي، بس هاي دوال اساسي راح تنضرب في فال ثابت. شو اسمي هذا الثابت؟ اسميه الاكسبانشن كوفيشنت اللي هو سعه الاحتماليه بالمناسبه. يعني هنا اي داله بالكوانتم ميكانيك اقدر اكتبها بدلاله البيسز فانكشن، هذا يسموه بيسز فانكشن. بيسز فانكشن هو هذا دلالة الستيت الأول والثاني والثالث والرابع، بس مع احتمالية سي واحد سي اثنين سي ثلاثة سي أربعة، هذا الستيت الكلي للنواة. طبعا هذا يسموه سوبر بوزيشن، هاي الخاصية احنا ما متطرق لها. شنو سوبر بوزيشن طلاب؟ سوبر بوزيشن معناته انه اكو ضبابيه، ما نعرف الـ يعني البارتيكل يكون في اكثر من ستيت في ان واحد، موجود بالستيت واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة الى ان، باحتمالية بسعة احتمالية سي ان. الان طلاب اذا نجي طبعا حيث انه البساي ان هي دوال مال مؤثرات يعني دوال ذاتي لاي مؤثر هرميشي البساي سب ان، بينما هاي الداله الكليه. لاحظ الان اذا اجي اضرب المعادله الفوق ال 43 اضرب من جهه اليسار في بساي سب ام ستار، بساي سب ام ستار، لاحظوا بساي سب ام ستار كدال الاكس اضربه في كابيتال بساي للاكس وكم بالنسبه للدي اكس ويساوينا ان السميشن بقى كما هو، السي ان بقى كما هو، راح يصير عندي تكامل بساي سب ام ستار مضروب في بساي ان كدال الاكس في دي اكس، معادله رقم 44. لاحظوا الان هذا بما انه انا قلت البسايات هذني كل هذه بسايات عفوا يعني سمول بساي اقصد سمول بساي سب ان سمول بساي سب ام يعني سمول بساي سب ام سمول بساي سب ان، قلنا بما انه هن هذني دوال ذاتيه لمؤثرات هرميشيه وبالتالي تكون متعامده. لما يكون متعامد يعني بما معناه هذا التكامل راح يكون اما صفر واما واحد عبر عنه. اذا ام ساوى الان معناته هذا معايره واحد، اذا مختلفات زيرو تعامد. هذا شو اقدر اعبر عن هاي الحاله؟ بالدلتا كرونيكر او كرونيكر دلتا، هذا الرمز اللي تشوفونه امامكم. يعني بما معناه ان اذا ساوى ام معايره واحد، ان اذا ما ساوت الام معناته يساوي زيرو. هاي الواحد والزيرو اعوض يعني اكتب دلاله الكرونيكر دلتا فانكشن اللي ياخذ قيمتين اما صفر واما واحد. فالمعادله اللي فوق ايش راح تصير؟ راح تتحول للصيغه الاتيه.
لاحظوا ايضا يعني ايش راح تشوفون، يعني راح اكتب المعادله الفوق، هذا الطرف اليسار كما هو ويساوي كما هو، هنا نعيده كما هو. هنا هذا قلنا ايش راح نكتب بداله كله، ويا التكامل ويا يعني كله نكتب عنه الكرونيكر سب ام ان هذا، فاحصل على والسي ان يبقى كما هو والسميشن كما هو، معادله 45 بس لا تغيرت المعادله. المهم معادله رقم 47 لاحظوا وياي، العفو هذا صار بي تشينج. معادله رقم 47 لاحظوا انا عندي سميشن على اليمين بالنسبه للطرف الايمن مال المعادله، عندي سميشن على ان، لاحظوا هنا السي ان سي ان، هنا الكرونيكر ام ان، فالان قيمها 1 2 3 4 5، فلاحظوا هنا الكرونيكر راح يتصفر، يتصفر كل الحالات مات الان بس بحاله واحده عندما الان شي يساوي ام، فلازم هنا لازم الان لازم شي يساوي للان يساوي لام، يعني اذا ام واحد لاحظوا يعني شنو معناته طلع، اذا ام نفرض واحد طلع الام، يعني كرونيكر واحد ان، السميشن راح اقول 1 2 3 4، لما اقول انا فرضت الام هو واحد، الام الان هسه الان واحد، فراح يكون كرونيكر واحد واحد، واحد واحد ايش قد قيمته؟ معناته واحد، بس كرونيكر 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 10 كله يتصفرون، فبالتالي المعادله رقم 47 راح تتحول الى معادله رقم 48. لاحظوا هذا الطرف بقى كما هو اللي هو هذا، بس هنا ايش صار عندي؟ صار عندي الان ساوت الام، فطلع لي كرونيكر ام ام، والسي راح يصير والسي راح يصير سب ام، بما انه الدلتا ام ام هو واحد، وبالتالي واحد في سي ام يعطيني سي ام. لاحظوا حصلنا على المعادله 48 معادله رقم 47، مع ملاحظ انه سي سب ام هو يمثل عندي سعه الاحتماليه probability amplitude، مربع مالتي يعطيني احتماليه تواجد البارتيكل بالستيت ام. طبعا هاي العمليه طلاب مشابهه لمن هذا؟ المعادله 48 اللي تشوفوها امامكم، وايضا المعادله رقم 43، هذا يشبه من؟ يشبه الفكتر، معادله الفكتر انتم ماخذينها مرحله اولى وثانيه ايضا، يعني analogous to a vector a. طبعا هذا لازم نخلي عليه فيكتور، هذا العفو لازم يعني بين قوسين بالمحرر مال المعادلات، عموما يعني لازم نخلي هنا فيكتور فوقه حتى يكون هنا هذا فيكتور وهنا هذا فيكتور. يعني تذكرون طلاب سابقا اذا اوضح لكم اياه، مثلا عندي فيكتور فيكتور A، او خلينا نكتب بصوره عامه متجه الموضع، الار فيكتور هو شيء يساوينه الاي يونت فيكتور مضروب في اكس زائدا جي يونت فيكتور مضروب في واي زائدا الكي يونت فيكتور مضروب في زد، حيث انه الاي هذا اليونت فيكتور يكون متعامد ويا جي ومتعامد ويا الكي، يعني ونفس الحاله جي متعامد ويا الاي والكي والكي متعامد ويا الاي والجي، فيعني البيسز اللي عندي هو الاي، هذا الاي اللي هو مره اي جي كي اللي هو يقابل لي البيسز فانكشن اللي هو هذا اللي هو يعني داله ذاتيه لمؤثر هرميشي، دوال ذاتيه لمؤثر هرميشي. لاحظوا طيب اذا نجي ناخذ مثال اذا عندي الكابيتال بساي هو شيء يساوي لنا كابيتال بساي يساوي لنا سميشن، يعني هذا السوبر بوزيشن اللي قلنا له السي سب ان سعه الاحتمال المضروب في البيسز فانكشن basis functions. يقول السؤال اوجد القيمه الذاتيه مالت الكيو مؤثر الكيو اي مؤثر، فايش راح يصير عندي الطلاب؟ لاحظوا وياي بما انه انا معادله القيمه الذاتيه وش يساوي معادله القيمه الذاتيه يساوينا او عفوا مو القيمه الذاتيه القيمه المتوقعه، تذكرون بالملزمه الثالثه اتطرقنا للقيمه المتوقعه قلنا القيمه المتوقعه مالت اي مؤثر ايش يساوينا بساي ستار مضروب في المؤثر مضروب في بساي يعني كدوال يعني كدوال للاكس اللي بساي اقصد وان كامل بالنسبه للدي اكس. لاحظوا الان اعوض بدل كل بساي كابيتال بساي سب اكس اعوض هذا السميشن كله مات السي ان مضروب في سمول بساي سب ان، اعوض بالنسبه للطرف اليسار
الدالة الأولى اللي هو مأخوذ إلى الكومبلكس كونجوجيت، وبالنسبة للطرف الآخر اليمين المؤثر مالتي الكيو. لاحظوا الآن طلاب وياي، هاي المعادلة اللي الآن حصلتها الستار راح أدخله على سي سب ان وعلى بساي سمول بساي سب ان، حصلت على المعادلة رقم 52. ما سويت شيء، بس مجرد الستار وزعته على الكمية داخل القوس. لاحظوا الآن المعادلة رقم 52، لاحظوا هنا عندي سميشنين، يعني سميشن سب ان وسميشن سب ام، سب ان ايضا راح اكتب دلالة الام ان. ليش ام ان طلاب؟ لاحظوا لانه انا عندي هنا هذا القوس مثلا ب 20 حد، وهذا هم عندي 20 حد، فاول حد ينضرب بالاول، اول ينضرب بالثاني، اول ينضرب بالثالث، اول ينضرب بال20، بعدين اجي الثاني ينضرب بالاول، الثاني ينضرب بالثاني، الثاني ينضرب بالثالث، الثاني ينضرب بال20. فبما معناه يعني لازم اكتب دلاله يعني سميشنين، سميشنين بالشكل الاتي: الام راح يتغير من الواحد الى شوف جد السيستم مالتي كم ستيت بي، والام هم من الواحد الى شوف السيستم كم ستيت بي. لاحظوا السي ان، السي ان ستار راح اضربه في ال، طبعا هنا اكو خطا بسيط بالمعادله، يعني المفروض هنا نكتب، المفروض هنا نكتب سي ان، المفروض هنا نكتب سي ان وهنا نكتب سي ام. تلاحظون سي ان ستار هنا، سي ان ستار هنا، سي ان هنا، العفو، او خلينا نرجع كما كان، لاحظوا طبعا بما انه اي لا بكون طلاب ماكو خطا، العفو ماكو خطا طلاب، لانه هنا سي ان وهنا ايضا سي ان، وبما انه انا فرضت انه يعني وحده من وحده من الارجيومنت، وحده من السميشنات سويته ام، هذا اللي سويته ام. لاحظوا فلما هذا سويته ام، هذا راح يصير ام، هذا هم راح يصير ام. المهم طلاب يعني عمليه، يعني المهم الجزء اللي بستار هو اللي صار ام، فحصل على معادله رقم 53 معادله رقم 52. الان من المعادله رقم 53 لاحظوا يا طلاب خطوات رياضيه بسيطه، الكيو عندما يدخل على البساي سب ان شي يعطيني قيمه ذاتيه اللي هو كيو سب ان مضروب في سمول بساي سب ان، اعوض هذا المقدار بدال هذا الطرف بالمعادله رقم 53 بهذا الجزء، فاحصل على المعادله رقم 55. الآن معادلة رقم 55 لاحظوا وياي، لاحظوا وياي هذا هنا الآن ثابت الـ Q sub N، الـ Q sub N ثابت، فأطلع خارج التكامل يصير ويا الـ CM ويا الـ CN، تكامل من ناقص انفينيتي إلى ما لا نهاية بساي M في بساي N. هذا تعرفون شي مثل عندي طرقنا له اللي هو مثل عندي الكرونيكر دلتا اللي قيمته إما واحد وإما صفر، وبالتالي معادلة 56 بمساعدة المعادلة 57 راح تتحول إلى معادلة 58. تلاحظون الكيو بقى نفسه، إذن الكيو كيو يساوي summation m على الاندكس m، summation على الاندكس n على الرمز m و n. هنا أنا cm star cn، هنا cm star cn q، وهنا أنا كرونيكر. لاحظوا نفس الخطوات اللي طرقنا لها، لازم ال m يساوي لنا ال n، لازم ال m شي يساوي لنا ال n حتى الكرونيكر ما يصفر، لان الكرونيكر هسه قيمه صفر اذا ام ما ساوت الان، اذا ام لا تساوي ان الكرونيكر راح يكون مساوي للزيرو، وبالتالي لازم يكونوا متساويين. فلما يكونوا متساويين راح اعتبر الام يساوي لنا الان ويساوي ام، يعني بما معناه راح اعتبر الام يساوي لنا الان ويساوي لي ام، يعني كله نفس الرمز، كله نفس الرمز. كله راح يكون نفس الرمز M يساوي لي N ويساوي M، وبالتالي معادلة فوق راح تتحول، راح يصير هنا C star في C sub N ينطيني، يعني C M star في C M راح ينطيني C M الكل تربيع مضروب في Q M. طبعا لاحظوا طلاب هاي المعادلة 59 جدا مهمة، معادلة 59 ال سي ان تربيع راح ينطيني احتماليه ايجاد البارتيكل بالستيت ام، لانه الام هو الستيت، الستيت الاول الثاني الثالث الرابع الخامس الى اخره. طبعا اذا كان عندي ملاحظه طلاب، اذا كان عندي البيسز فيكتور هو معاير
وايضا يكون متعامد مع بقيه البيسز الفكتور الموجوده، اسمي مثل هذا الفكتور اسميه اورثو نورمال. يعني شنو معناته الطلاب؟ شو اقصد به؟ اذا نرجع للمعادله هاي الفوق اللي كتبناها مات السوبر بوزيشن او مات الويف فانكشن، اقدر اكتبها بدلاله البيسز فانكشنز مضروب في فد ثابت معين. هذا اذا كان معاير للواحد وكان متعامد ويا اقرانه، اقرانه يعني ويا من؟ احنا عندنا سميشن، يعني بساي سمول بساي سب 1، بساي سمول بساي سب 2، زائدنا سمول بساي سب 3، هاي البساي 1 والاثنين والثلاثة، اذا كلهن يعني متعامدات فيما بيناتهن وبنفس الوقت يكون المعايرات الى واحد، هذا اسمي مجموعه هاي البسايات السمول اسميها يعني انطيها تسميه الاورثو نورمال. هذا تعريف الاورثو نورمال جدا مهم طلاب، اورثو نورمال تعريف جدا مهم، هذا اسويه بولد، وايضا هذا الاورثوغونال اسويه بولد. الان طلاب ايضا يعني نجي ناخذ مثال، مثلا مثال عندي سيستم، عندي نظام يعني معرف بالدال الموجوده، شوفوا امامكم معادله رقم 60 بثلاث ستيتات، ستيت 1 ستيت 2 ستيت 3. السؤال بثلاث مطالب، اولا يقول هاي الداله هل هي معايره لو لا معايره، بمعنى يعني التكامل لما اضرب هذا الابساي، هذا الابساي اضربه في الستار وكامل على الاكس اشوفه يساوي واحد لو لا، هذا اول مطلب. المطلب الثاني يقول اذا يعني قسنا الكميه كيو لاي مؤثر، لاي مؤثر ما هو الاحتماليه ايجاد، يعني ايجاد احتماليه ايجاد يعني الستيت مساهمه الستيت السايسه باثنين، يعني what is the probability، ما هو احتمالية الحصول على النتيجة Q المرتبطة مع القيمة الذاتية بساي 2 الـ Q اللي راح ترتبط ويا بساي 2، جد الاحتمالية المرتبطة بها. المطلب الثالث طلاب يقول أوجد كل القياسات، عدد القياسات اللي راح تنجز مع المؤثر Q. أول مطلب طلاب سهل، أول مطلب اللي هو مات المعايرة، مات المعايرة إيش راح نسوي طلاب؟ بس مجرد إنه أكتب شرط المعايرة هاي اللي امتحناكم به، وأيضا المعادلة مالتي بساي ستار مضروب في بساي دي إكس يساوي زيرو، بما إنه أنا البساي مالتي ما بيها كومPLEX نمبر وبالتالي ما يتغير، يعني بس مجرد راح أكتب بساي هذا الرقم هذا ما يتعرض للكومPLEX كونجوجيت، هذا لا يتعرض، فأكتب ستار فوقه، هنا هم بساي تو هم أكتب ستار، وهنا بساي ثري ستار، وأجي أضرب النتيجتين فيما بينهن، يعني اضرب نتيجتين مالت البساي ستار مضروب في بساي فاكتبه ويساوينا، يعني اعوض البساي ستار ما يساوي اللي هو هذا كل الحد، والبساي سب اكس عفوا از فانكشن اوف اكس اكتب دلالة هذا الصيغه اللي تشوفوه وكامل على السبيس، لازم الناتج يساوي لي واحد، راح نشوف واحد لو لا. لاحظوا طلاب انا ايش عندي هنا من شرط التعامد، شرط التعامد شو يقول؟ يقول إذا بساي واحد دخل على بساي اثنين يصفر، بساي واحد ويا ثلاثة يصفر، اثنين ويا الواحد يصفر، اثنين ويا ثلاثة يصفر، ثلاثة ويا الواحد يصفر، ثلاثة ويا اثنين يصفر، عفوا ثلاثة ويا الاثنين، بينما واحد ويا الواحد ينطيني قيمة واحدة، اثنين ويا الاثنين ينطيني رقم، ثلاثة ويا الثلاثة ينطيني معايرة. إذا المعادلة رقم 63 بعد ما أضرب الحدود راح ينطيني، يعني باستخدام إنه هو بساي واحد ويا الواحد، بساي اثنين ويا اثنين، بساي ثلاثة ويا ثلاثة، كله ينطيني واحد، بينما المختلفات ينطيني زيرو. إذا طلاب إيش راح يصير عندي؟ لاحظوا عندما نص أضربه في نص شو ينطيني؟ واحد على أربعة، هذا لاحظوا وياي، هذا واحد على أربعة، حال نفسه بالنسبة للستيت الآخر اللي هو جيت نص في نص هم واحد على أربعة، ذلك أنا كتبت هنا واحد على أربعة. آخر ستيت عندي واحد على جذر اثنين، في واحد على جذر اثنين شي ينطيني نص، أجمعهم ثلاثة هن ربع زائد ربع نص، نص زائد نص واحد، إذن هاي الدالة هي يعني معايرة للواحد. الشرط الثاني طلاب يقول اذا يعني اذا القياس انجز ل ل لمؤثر معين كيو، طبعا هنا لازم نكتب مؤثر باي
بهذا الويف فانكشن. يعني شوف لي احتمالية الحصول على النتيجة كيو على الايجن فاليو كيو المرتبطة بالويف فانكشن بسايس باثنين. لاحظوا انا عندي الويف فانكشن بس اسوي يعني ضرب، يعني اطبق هاي المعادلة الفوق اللي قبل شوية طرقنا له. يعني المعادلة الفوق اقصد هذا، طبق هاي المعادلة. طبعا هاي المعادلة عفوا نطبقها بالشرط الثالث، مطلب الثالث نطبق هاي المعادلة هذه مع التسقيط. هذا المعادلة اقصد النهائية. يعني سعة الاحتمالية شي يساوينا سعة الاحتمالية الستيت ام، لازم اضرب الام الدال الموجيه مالت البساي ساب ام ستار اضربها بالدال الموجيه الكليه وكامل على السبيس مالت الاكس وشوف شو ينطيني. هذا اربع ينطيني احتماليه، هو رايد الاحتماليه. فهنا ايش راح يصير بالمطلب الثاني؟ لاحظوا يا الطلاب بالمطلب الثاني بي، وين البي؟ هذا بالبي احتماليه الكيو 2، احتماليه الكيو 2 شو يساوي لنا؟ الويف فانكشن مالت ال 2 اضربها بالويف فانكشن الكلي وكامل على السبيس وربع. فهذا ايش راح ينطيني؟ لاحظوا انا الستيت الثاني، الستيت الثاني وش قد قيمته اللي دي رافقه؟ هذا نص في نص واحد على أربعة. واحد على أربعة، واحد على أربعة، واحد على أربعة هو الاحتمالية، يعني معناته 25%، واحد تقسيم أربعة يعني 25%. هذا الاحتمالية اللي ترافق الـ بسايتو اللي ترافق الكيو. لاحظ المطلب الثالث يقول أوجد الاحتمالية الكلية، يعني مو احتمال كلي، أوجد يعني القيمة المتوقعة اللي تجينا من ثلاث استيتات من ثلاثتين. هنا لا، طلب الاحتمالية اللي تجينا من الستيت الثاني. هنا حتى نوجد القيمة المتوقعة مالت الستيت الثاني راح نطبق المعادلة اللي تشوفوها أمامكم اللي هي المعادلة رقم 59. لاحظوا يعني بعد سهل السي سب ان تربي هو معناته هذني الثوابت، معناته هذني الثوابت بس اضربهن، يعني نص في النص هنا العفو في هذا النص واحد على أربعة، نص في هذا النص وعندي واحد على جذر اثنين في واحد على جذر اثنين واضربهم في الكيو واحد وكيو اثنين وكيو ثلاثة، فأحصل على ما تشوفونه أمامكم معادلة رقم 68. هذا يعني جدا سهل ما بي شيء. الآن طلاب أيضا نأخذ مثال آخر. إذا عند طبعا هذا السؤال نطيناكم إياه بالامتحان، الامتحان الثاني اللي للطلاب اللي ما ممتحنين من شعبة بي زائدا طلاب شعبة اي. لاحظوا طلاب يعني هذا يعني سهل، ماكو داعي انه يعني اتعمق به ذاك التعمق الكبير، بس المهم يقول عندي جسم محصور ب اكس من الصفر الى اي سمول اي، والويف فانكشن لهذا الستيت هو بالشكل اللي تشوفونه امامكم. اوجد القيمه المتوقعه مالت الاكس، قيمه متوقعه مالت الموضع لهذا البارتيكل. أنا أعرف إنه قيمة متوقعة مات الـ X يكتب بهذه الصيغة، يعني بساي كابيتال بساي ستار مضروب في X مضروب في كابيتال بساي as a function of X dx. أنا البساي مطينيها بالسؤال اللي هو هذا اللي تشوفونه أمامكم هذا، فلما أخذ له الكومبلكس كونجيجيت ما يتأثر ما يتغير ما بي I، فيبقى على الحطة مالته وعوضه بالمعادلة رقم 70 أحصل على معادلة 72. لاحظوا معادلة 72 هسه ايش راح نسوي؟ بس مجرد نطلع الثوابت خارج التكامل. جذر 2 على A مضروب في جذر 2 على A ينطيني 2 على A. تكامل من 0 إلى A بعد ماكو من ناقص انفينيتي إلى 0 لأنه هو بالسؤال حدد لنا الرينج مالت التكامل قال من 0 إلى A. وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ وبالتالي معادلة أحصل على معادلة رقم 73. معادلة رقم 73 لاحظوا وياي 73 استفاد من الساين تربيع علاقات المثلثية، هاي اعطيكم اياها جاهزة بالامتحان طبعا بالهنت. فالساين تربيع اليو شي يساوي لنا نصف واحد ناقص كوساين ضعف الزاوية. طبعا اليو هو شي يمثل عندي اليو؟ اليو يمثل عندي الباي اكس على اي. وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ المعادلة رقم 73 بمساعدة المعادلة 74 راح تتحول الى معادلة 75. لاحظ 2 على A 2 على A من 0 إلى A تكامل من 0 إلى A X X بقى نفسه بدل هذا الساين تربيع ايش عوضنا؟ عوضنا نصف هذا النصف
واحد ناقص كوسين ضعف الزاوية، واحد ناقص كوسين الزاوية هي ايش قد كلها؟ باي اكس على اي، فاضربها في 2 يطلع لي 2 باي اكس على اي. الان هذا لما اجي اكامله سهل، راح ادخل التكامل، طبعا الاثنين هنا راح يروح ويا هذا الاثنين، 2 بالبسط وهنا عندي 2 بالمقام، والاكس راح يبقى لي الاكس راح يدخل على الكميه داخل القوس. المعادله رقم 76 هي بس مجرد تخلصنا من الاثنين بالبسط وبالمقام. لاحظوا الان هسه التكامل راح ادخله على الحدين، التكامل راح ادخله ويا الاكس، طبعا التكامل ويا الاكس ادخله على الحد الاول والثاني، احصل على المعادله رقم 77. لاحظوا الان الجزء الاول سهل اكامله، الجزء الاول من السهل تكامله لانه الاكس التكامل مالته اكس تربيع على 2، هذا الجزء شوي بصعوبه. ايش راح نسوي هسه هنا؟ طبعا هاي المعادله شو ما تختلف عن هاي المعادله نصا، صار تكرار طلاب هنا، تلاحظون اكو تكرار بالمعادلات لانه هنا دي اكس دي اكس 2 باي اكس نفس الشيء. عموما وحده منهم كافيات ناخذ للشرح. لاحظوا معادله 78 هسه اذا نعتبر 2 باي اكس على اي اعتبرناه نعتبره هو كله يو، فاليو يساوي 2 باي اكس على اي، هذا ايش راح يؤدي لنا؟ انا شريد راح اغير الحدود مال التكامل مالتي من صفر الى اي اشوف ايش يساوي لي حتى على مدى سهل التكامل. اذا هذا كله اعتبرناه هو يو، اعتبرناه كله يو، انا شريد الاكس، اكس ايش راح يساوي؟ طرفين في وسطين، اريد الاكس فراح احول الاي لذاك الطرف سمول اي واقسم على 2 باي، حصلت على اكس يساوي شو علاقته باليو؟ الان افاضل الطرفين، هذا ثابت الاي وال2 باي ايضا ثابت، فالدي اكس راح يساوي اي على 2 باي مضروب في دي يو. هذا اني شريد من هذا السؤال. طبعا ايضا نقدر من هنا بس نقول دي اكس شو يساوي لنا؟ يعني دي اكس يساوي اي على 2 باي مضروب في دي يو، اقصد المعادله رقم الجزء الاخير مال المعادله رقم 79 اخر حد. هسه هذا الحد دي اكس وين اعوضه هنا بدل هذا؟ 78 بدل دي اكس اعوض اي على 2 باي مضروب في دي يو، 2 باي اكس على اي اعوض عنه كله يو، اشوف حدود التكامل مالتي شلون راح تتغير. لاحظوا اني عندي الاكس منين دا يتغير؟ من صفر الى اي، اكس من صفر الى اي. لاحظوا عندما هنا اكس صفر لازم هنا اليو ايش قد حتى ينطيني هم اكس صفر؟ لازم يو ايضا صفر، فصفر في هذا المقدار راح ينطيني زيرو، لذلك عند اكس يساوي صفر اليو يساوي زيرو. عندما الاكس ايش قد هسه اي؟ ايش وقت نحصل على اي؟ لازم اليو شو يساوي لنا؟ مقلوب هذا الحد، يعني العفو مو مقلوبه، لازم يساوي لنا واحد على لازم يساوي لنا 2 باي. ليش؟ اذا يو ساوى 2 باي، اذا اليو سوى لي 2 باي 2 باي تقسيم 2 باي ينطيني بس الواحد مضروب في اي ينطيني اي، اذا لازم يكون عندي زاويه 2 باي. اذا حدود التكامل مالتي معدل الاكس الموضوع ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا واحد على اي يبقى كما هو صفر، تكامل من صفر الى اي اكس دي اكس، تكامل من صفر الى 2 باي راح يصير. بدل الاكس ايش راح نعوض؟ الاكس راح نعوض اي على باي يو، هذا اي على عفوا اي على 2 باي، اي على 2 باي هنا كوساين، كوساين ال هذا كله راح نعتبره هو كله يو، هذا هنا اليو. بدل دي اكس شنو نعوض؟ دي اكس نعوض اي على 2 باي مضروب في دي يو اللي هو هذا. معادله رقم 80، الان معادله رقم 80 جدا سهل انه اكامل، التكامل مالته سهل. يعني التكامل الحد الاول اكس تكامله هو اكس تربيع على 2، هذا التكامل هنا شوي بصعوبه لان لازم نكامل بالتجزئه. يعني لاحظوا الاي على 2 باي اطلع خارج التكامل، ان انا هم ينظروا في اي على 2 باي ينطيني اي على 2 باي تربيع، صفر الى 2 باي اليو كوسين اليو دي يو. لاحظوا حتى اكامل هذا التكامل طبعا هو راح يحل بالتجزئه، راح اعتبر يعني تكامل اليو دي في يساوي لنا اليو في من الصفر الى 2 باي ناقص تكامل في دي يو، حيث انه اليو شو يساوي لنا اليو؟ طبعا انا ما اقدر استخدم هاي التسميمات اليو والفي لانه هنا اليو ايضا موجوده، او غير طريقه راح ادخل طلاب، هذا طريق شويه يعني ما متطرق له لانه انا حالي بغير طريقه. لاحظوا الطلاب ايش راح نسوي؟ راح نعتبر اليو كوسين اليو دي يو، اليو كوسين اليو دي يو راح اعتبر اخذ المشتقه جاي من شنو؟ هذا اليو كوسين اليو كوسين اليو جاي من مشتقه اليو ساين اليو،
لاحظوا اليو ساين اليو إذا اشتق بالنسبة ليو راح يصير الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني في مشتقة الأول، فاليو في مشتقة الساين، ساين مشتقة مرتها كوساين زائد الساين مشتقة اليو، اليو مشتقة مرتها واحد، فواحد في ساين اليو يو، أنا شلت اليو كوساين اليو، هذا هذا اللي أريده، فأبقي أحول الساين اليو للطرف الآخر، فراح حصل على يعني حصل من المعادله 82 حصل 83. هسه بدل اليو كوساين اليو عوض دي على دي يو، يو ساين اليو ناقص ساين اليو عوضه هنا بهذا المعادله الجزء التكاملي الثاني بالمعادله 81، فش راح احصل على معادله رقم 84. لاحظوا معادله رقم 84 واحد على اي على الحلقه مالته بقى اي تربيع على على 2 كما هو زائدا اي على 2 باي كل تربيع كما هو. هنا انا عندي ال هنا انا عند الديو راح يدخل الديو، الديو راح يدخل على هذا الحد الاول والحد الثاني، فالديو هنا راح يروح ويا الديو بالمقام، يبقى لي دي يو ساين اليو اللي راح يبقى لي منه بس يو ساين اليو 0 الى 2 باي ناقصا راح يصير تكامل، التكامل راح يدخل طبعا على حدين، راح يصير تكامل ساين اليو دي يو. لاحظوا التكامل مالت الساين سهل، الان هذا التكامل مالت زيرو، التكامل مالت زيرو هذا هذا الجزء، هذا الجزء تكامله زيرو. ليش؟ لانه لما اجي اعوض طبعا الاي تربيع، لاحظوا الاي تربيع بقى على الحطه مالته، الاي تربيع هنا على 2 باي، اي على 2 باي كل تربيع، هذا الحد كله زيرو. ليش؟ لانه لما اعوض 2 باي ساين 2 باي، 2 باي يعني 360، ساين 360 هو زيرو، ولما اعوض ساين الصفر، ساين الصفر هو هم ايضا صفر، وبالتالي هذا الحد يتصفر اللي هو يعبر عنه بهذا الحد كله، يعني هذا هذا هنا ونفس هذا اللي هنا ونفس هذا الحد الزيرو. اي على 2 باي كل تربيع بقى كما هو هنا من هذا الجانب، يبقى هذا التكامل مالته شو يعطيني؟ تكامل الساين، تكامل ساين يعطيني ناقص كوساين، فالناقص وين ناقص يعطيني موجب وكامل. طبعا هذا هم راح يعطي زيرو، ليش؟ لانه كوساين 360 واحد ناقصا كوساين الصفر هم واحد، فواحد ناقص واحد صفر، فراح هذا الحد اذا زيرو في هذا المقدار كله زيرو. اذا المعدل مالت الاكس شو يساوي لنا؟ واحد على اي مضروب في اي تربيع على اثنين، لاحظوا اي تربيع ويا الاي راح يروح يبقى لي بس اي على اثنين. ها هي لهنا طلابي يعني نكتفي وراح نستمرهم وياكم لاحقا. شكرا جزيلا، واي سؤال عندكم طلاب تواصلوا وياي. مع السلامه.